المعاشات اللي كانوا يتقاضوها العمال نتيجة التضخم اللي صار فجأة وارتفاع سعر الدولار 3000 ليرة، انخفضت القدرة الشرائية عند العمال وأصبح المعاش اللي يتقاضوه لا يتعدل 10 دولار يعني. ففي هذا الوقت طبعا كان في دور كتير كبير للاتحاد العمالي العام، وأنا في ذاك الوقت كنت رئيس مجلس مندوبي الاتحاد العمالي العام، فصار عملنا عدة اجتماعات لمواجهة هذا الموضوع. كان بيرأس الاتحاد العمال العام وقت أنطوان بشارة كرئيس للاتحاد، وكان الاتحاد مكون من 20 اتحاد عمالي، يعني مش مثل هلأ 50 اتحاد، وما كان في تدخلات سياسية. كان لأول مرة الاتحاد العمال العام بيعمل هذا التحرك بهذا الشكل على مستوى كل لبنان، وأخذنا قرار وقتها كان في تدهور كبير للعملة الوطنية، يعني مثل ما هلأ عم بيعيش لبنان. بالمقابل كان الرئيس عمر كرام كان دائما يطلع على التلفزيون، وبدل ما يطمن الناس تحس باستياء. فكان الاتحاد العمال العام كان اخذ مسؤوليه، لانه كان بهذاك الوقت يمثل حقيقه الطبقه الوسطى وذوي الدخل المحدود وكل الطبقه العماليه والفقراء في لبنان، كان في له تمثيل حقيقي. وبدانا تحركنا في ذاك الوقت تنشوف نحن مزاج الجماهير شو هو. تجمع اول اعتصام حوالي 6000 مواطن وعامل. الاعتصام الثاني دعينا له اجى حوالي 15000. فشفنا نحن من خلال علاقاتنا مع العمال ومع المواطنين انه الناس عندها استعداد تدافع عن قضاياها وتلبي دعوه الاتحاد العمالي العام. قررنا في ذاك الوقت بعد اللقاءات اللي صارت مع المسؤولين وما لقينا في حلول ان ينعمل اضراب عام شامل في كل لبنان. ودعينا الى التحرك واضراب عام شامل لمده 3 ايام. صار انه نحن وقت اللي اخذ القرار قالوا لنا يعني تحدد التاريخ وكل الامور، بلشنا نعمل تعبئه. فبدانا شو الشعارات اللي اتفقوا عليها اعطونا اياها، رحنا محلات اللي بالخطاطين تبع اليافطات لانه كان بدنا كميه يافطات كبيره. طبعا كان ينكتب يتفق على الشعارات ونروح انه هاي اليافطه بدها تنكتب بالاسود وبالاحمر وبالازرق، يعني الكلمه شو لازم يكون لونها بهاي اليافطه، انه لازم هاو نشرف عليهم. لو سالنا حكومتنا شو رايك لو لبنان، تجاوب دغري وبتقول هيدي هي خطتنا. في ناس مختصين بالمظاهرات هن اللي بلشوا بالرديات يقولوها والجماهير تردد خلفه، بعدين الكلمات إلى معنى، الشعارات والهتافات اللي عم تنقال هادفة إلى معنى، وفي نقد بناء، مش نقد كيف ما كان بناء في سبيل النقد التجريح، لا عم نعمل نقد بناء وعم مندل الدولة على الصح. دولتنا حكومة إفلاس شغلتها تفريق الناس، هيدا محمد هيدا الياس